الجزائري فقط يحتاج أن نقدروه ونعطوله مكانته في المجتمع. شباب الجزائري يحتاج فقط أن نرفقوه لبناء مؤسسات، وهذه المؤسسات موش رفقوه بالحيلة لما استغلوه في السابق قضية لونساج، أعطوا له الأموال وخلاوه وفي الأخير يحاسبوا فيه ودوه أمام العدالة. لا، أولادنا ما نفرطوش فيهم، أولادنا نوجهوهم، أولادنا نعطوهم إمكانيات، أولادنا نفتح لهم آفاق. ولما نتكلم على أولادنا أولاد الجزائر نتكلم أيضا على أولادنا اللي راهم في الخارج، اللي عندهم إمكانيات كبيرة، اللي عندهم الذكاء، اللي عندهم الإمكانيات المالية، اللي قادرين يساهموا في بلادهم. لابد أيضا أن هؤلاء نعطيهم فرصة أنهم يقوموا بالعمل اللي يقوموا به داخل الوطن باش نوحدوا الجهود نتاعنا ونبنيوا دولة قوية. لابد أن نرجع إلى ثورتنا، إلى بيان أول نوفمبر. نعم، لابد أن نرجع إلى بيان أول نوفمبر. كان البعض من شبابنا قالوا الله كرههم في التاريخ، كرههم في المجاهدين، لأن منذ الاستقلال كان عمل خبيث بالحيلة لتكسير الثورة ولتكسير الثوار ولزرع بذور التفرقة بين الجزائر والجزائريات.